مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. السيسي ينفي مزاعم إسرائيلية بمنح جزء من سيناء لإقامة دولة فلسطينية ويؤكد أن لا أحد يملك التفريط في شبر من البلاد. الرئيس يعلن توفير 30,000 فرصة عمل للمدرسين لسد العجز، ويقول إن الدولة تحتاج 18 مليار جنيه لزيادة راتب كل معلم 1000 جنيه. تزايد الإقبال على شراء الشهادات المتعلقة باستثمار قناة السويس في اليوم الثالث. والتموين تعلن إقامة مدينة عالمية للسياحة والتسوق على محور القناة. أهلا بكم مشاهدين. من العناوين للتفاصيل، نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي ما نشره التلفزيون الإسرائيلي حول الموافقة على منح جزء من أرض مصر لصالح إقامة دولة فلسطينية. أكد الرئيس أن لا أحد يملك أن يفرط في أي شبر من البلاد. جاء ذلك ردا على المزاعم التي نشرها التلفزيون الإسرائيلي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقترح على نظيره الفلسطيني أبو مازن خلال اللقاء الذي جمع بينهما أمس إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع محاذية لقطاع غزة. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير 30,000 فرصة عمل لسد العجز في المدارس، مؤكدا أنه سيتم انتقاء الماهرين والمخلصين والشرفاء من كل محافظة لهذه الوظائف. أضاف الرئيس خلال الاحتفال بعيد المعلم بقاعة المؤتمرات أن الدول لا تتقدم إلا بالتعليم، وأن مستقبل البلاد وتقدم المجتمع في أيدي المعلمين الشرفاء. قال الرئيس إن هناك بعض المعلمين يعانون من الفقر ويذهبون إلى مدارسهم دون أحذية مناسبة، مؤكدا أن الدولة تبذل كل الجهود لرفع كفاءة المعلمين، وأن الدولة تحتاج إلى 18 مليار جنيه لزيادة راتب كل معلم 1000 جنيه فقط. أكد الرئيس أنه سيقوم بزيارة المدارس بنفسه مع بداية العام الجديد للإطمئنان على الطلاب وسير العملية التعليمية. قام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر دعا وزير التربية والتعليم الطلاب إلى العمل على محو أمية أكبر عدد من الأميين باعتبار ذلك واجبا وطنيا، مشيرا إلى أن من يشارك في هذا العمل سوف يحصل على مقابل مادي عن كل شخص يمحو أميته. أشار الوزير خلال المؤتمر الأول لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز التدريب والتعليم المدني بالجزيرة إلى أنه تم إنشاء 17 مدرسة فندقية في كافة محافظات مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي وعدد كبير من طلاب الجامعات. قال الوزير إن هناك أكثر من 2 مليون طالب في التعليم الفني، مشيرا إلى ضرورة الحرص على تلبية التعليم الفني والتدريب المهني لاحتياجات سوق العمل، ولفت إلى أن التعليم الفني تطور ليشمل تدريب الطلاب على المهارات المختلفة. قام قال الوزير إنه أرسل خطابا إلى الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس الجديدة للاستعانة بخريجي طلاب المدارس الصناعية تخصص المعدات الثقيلة في المشروع القومي لقناة السويس الجديدة، وبالفعل تم تشغيل جميع خريجي هذا التخصص في المشروع على حد قوله. قام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتسليم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الأزهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وحيث يتسلم هذه الدكتوراه الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر. ننتقل بكم مشاهدين إلى قاعة المؤتمرات وكلمة سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي. شيخة الأزهر الشريف وفي قاعة الشيخ محمد عبده يرحمه الله، هذه القاعة التي يفوح منها عرق التاريخ المجيد. إن 1060 من حياة الأزهر الشريف بما تحمله من تراث زاخر بالعلوم ومناهج علمية رصينة ومواقف وطنية مشهودة ورؤية حضارية ثاقبة كانت كفيلة بحفظ مسيرته من الانحراف أو الانجراف وسط تعاقب الزمان وتقلب الأحوال. وهذا الإرث الحضاري الكبير
يضع على كاهل الأزهر الشريف تحمل مسؤوليات عظام وعباء جسام في مواجهة ما ابتلينا به في زماننا هذا من تعصب وطرح تعبوي دعائي يكتسي الدين في ظاهره زورا وبهتانا ليضفي على نفسه شرعية كاذبة ويسعى حثيثا لإخراج منتج فكري متطرف ينفث الإرهاب في كل فضاء ولا يرتكز في مضمونه ومسعاه على أساس من العلم أو الدين أو الخلق والاستعانة بعد الله بما كان ولا يزال يقوم به هذا الصرح الكبير من دفاع عن الإسلام كشريعة سمحة ومنهج حضاري لمواجهته هذه الظواهر والتيارات التي أساءت للإسلام وأدت التغرير بصغار السن وضعاف النفوس واضطراب أفكارهم. فضيلة شيخ الأزهر الجامع الكريم، أجد لزاما علي في هذا المقام أن أكرر ما قاله سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عند تسلمه الدعوة، أن كل ما يقوم به لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم ما هو إلا واجب عليه كمسلم شرفه الله بخدمة الحرمين الشريفين، وتعبيرا عن حرصه على بذل المال الغالي والثمين لخدمة الإسلام والمسلمين. إنما قام به سيدي خادم الحرمين الشريفين أدام الله عزة تجاه مصر الحبيبة إنما يجسد محبته لها ولشعبها وحرصه على أمنها واستقرارها وعدم تدخل الآخرين في شؤونها الداخلية في إطار حرصه الدائم على أمن واستقرار كافة الدول العربية الشقيقة. مرة أخرى أكرر شكري وتقديري راجيا من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على كلمته التي عبرت حقيقة عن خصوصية العلاقة بين مصر والسعودية. والآن مع كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأرحب بكم جميعا وأهلا وسهلا بكم حضورا كريما وضيوفا أعزاء كراما على مصر وعلى الأزهر الشريف. وإنه ليوم سعيد مبارك أن نستقبلكم هنا في هذا الصرح الشامخ العريق من صروح العلم والفكر والثقافة الإنسانية العالمية. نستقبلكم في رحاب الأزهر الشريف، المعهد العريق الخالد على وجه الزمن، والذي مضى عليه اليوم أكثر من 1050 عاما من عمر التاريخ، وهو يطلع بمهمة نشر العلم النافع والمعرفة المنضبطة بقواعد الوحي الإلهي والعقل السديد الراشد، ويقوم على حراسة الإسلام
وما يشعه هذا الدين الحنيف على الإنسانية جمعاء من هدي ورحمة وخير وسلام. وإن الأزهر الشريف الذي يستقبلكم اليوم أيها السادة ليسره كل السرور ويسعده غاية السعادة أن يجتمع رموزه وكبار علمائه وأساتذته لتكريم رجل من رجالات العرب القلائل المعدودين ومعلم شامخ من معالم التاريخ العربي الحديث وقائد حكيم مخضرم مستوعب للمخاطر التي تحدق بأمته في الداخل والخارج ومتيقظ للمؤامرات التي تدبر لها بليل من قوى البغي والشر. ذلكم هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، الذي لا يتسع الوقت الآن لسرد ما قدمه جلالته من خدمات عظمى للإنسانية جمعاء دون أي تفرقة ودون مراعاة لأي اعتبارات دينية أو طائفية أو مذهبية، وفي شتى مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان. ونخص منها بالذكر والتقدير جهوده المتواصلة في التصدي للإرهاب الأسود الذي ابتليت به هذه الأمة، بل ابتلي به العالم بأسره. هذا الإرهاب الذي لا يخجل أربابه من ممارسة الذبح والقتل وقطع الرقاب وبث الرعب والخوف والتخلص من الآخرين وإبادتهم في وحشية لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل. ومن المؤلم أن ترتكب هذه الجرائم اللا إنسانية تحت دعاوى الخلافة وإعادة الدولة الإسلامية وباسم الإسلام الذي هو دين الرحمة ودين السلام بين العالمين أجمعين، عربهم وعجمهم، مؤمنهم وكافرهم، إنسانهم وحيوانهم، نباتهم وجمادهم. بل من المحزن غاية الحزن أن هؤلاء المجرمين استطاعوا أن يصدروا للعالم صورة شوهاء مفزعة عن الإسلام والمسلمين، حتى قرأنا فيما نقرأ أن من بين أسباب انتشار الإلحاد المعاصر واندلاع الحقد الغربي الصهيوني الجديد ضد الإسلام والمسلمين هذه المناظر المرعبة التي تبث باسم الإسلام، وهذه العمليات الوحشية اللا أخلاقية التي تنفذ مع صيحات التكبير والتهليل. ولو أن أعداء المسلمين اجتمعوا جميعا ثم راحوا يستنفذون كل طاقاتهم لمكيدة الإسلام ما بلغوا معشار ما بلغته هذه الجماعات الإرهابية في كيدها للإسلام والمسلمين وتشويه صورتهم في مرآة الفكر الغربي المعاصر. وإننا لا نشك لحظة في أن هذه الجماعات الأصولية الإرهابية ومن وراءها أيا كان اسمها أو مسماها أو اللافتة التي يرفعونها، كل هؤلاء إنما هم صنائع استعمارية جديدة تعمل في خدمة الصهيونية العالمية في نسختها الحديثة وخطتها لتدمير الشرق وتمزيق المنطقة العربية. وشاهدنا على ذلك هذا التلكؤ وهذا التثاقل الغرب الأمريكي في التصدي لهذه التنظيمات الإرهابية، وذلك بالمقارنة بالهجوم الغربي مثلا وانقضاضه على دولة العراق عام 2003 وتفكيك الجيش العراقي وتسريحه في زمن قياسي وبأسباب ملفقة وتعلات كاذبة واعتذارات تنبئك بأن القوم هناك لا يفهمون من معنى الأمن والسلام وحقوق الإنسان إلا أمنهم هم وسلامهم هم
وحقوق الإنسان الأبيض دون غيره من بقية الناس. ونحن هنا لا نقصد بطبيعة الحال الاسترسال في الحديث عن تناقضات الغرب أو البون الشاسع بين قوله وفعله، ولكن لنذكر بأن خادم الحرمين الشريفين الذي نجتمع لتكريم جلالته اليوم كان يملك رؤية استراتيجية دقيقة، استطاع من خلالها أن يضع صناع القرار في الغرب أمام مسؤولياتهم التاريخية، وذلك حين حذرهم منذ بضعة أيام خلت من أن هذا الإرهاب الذي يحسبونه محصورا داخل بلدان العرب سوف يطل برأسه القبيح في أوروبا بعد شهر وفي أمريكا بعد شهرين. وقد جاء هذا التحذير السعودي ليؤكد على تحذير مصري سابق أطلقه بدوره رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي، ووجه من خلاله أنظار العالم إلى أن المنطقة العربية تشهد الآن تدميرا منظما في سوريا والعراق وليبيا. وقد آتى هذا التحذير العربي من قادة أكبر دولتين عربيتين، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، آتى أكله وثماره سريعا، حيث حدث تحول في موقف الغرب في التصدي لهذا الإرهاب السرطاني الذي تمدد في جزء من جسد الأمة العربية. وقررت أوروبا وأمريكا الاستجابة للتحذير السعودي المصري، وإن جاء التحرك الغربي من رحم الضرورات الخاصة والأغراض الشخصية، ولم يجئ للأسف الشديد من رحم المبادئ الإنسانية والأخلاق العامة. أيها الحفل الكريم، إن المآثر التي أسداها خادم الحرمين الشريفين لأمته العربية التي حمل همومها ونذر حياته للذود عن حرماتها وأنف أن يقبل فيها الدنية وأبى أن يتاجر بها في أسواق الاستعمار الجديد أو يقبل فيها مساومة أو مفاصلة من أعداء يتربصون بها ويكيدون لها، أن هذه المآثر تتجاوز كثيرا حدود هذه الورقة مساحة وزمنا. وإذا كان ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقال، فإننا نشير هنا ولو من بعيد إلى بعض هذه المآثر التي تأتي في مقدمتها توسعة الحرمين الشريفين، والتي تكلفت 25 مليار دولار، وزادت من طاقة استيعاب المسجد الحرام لمليوني مصل و100,000 طائف في الساعة الواحدة، واستيعاب المسجد النبوي الشريف لمليون و600,000 مصلي، وكذلك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي أنشأه خادم الحرمين في المملكة حين كان وليا للعهد، وأيضا مبادرة الحوار بين أتباع الأديان وبين الثقافات، والذي انعقد في مدريد عام 2008، ثم مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات، والذي دشن في العاصمة النمساوية فيينا في العام الماضي. وهذا الإسهام الكبير بمبلغ 200 مليون دولار في تدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في عامي 2011 و2013، والمساعدات الإنسانية المالية الضخمة لإعمار غزة ومساعدة الشعب السوري والشعب العراقي. وقد كرم برنامج الغذاء العالمي جلالة الملك بمنحه جائزة البطل العالمي عام 2900 تقديرا لتبرعات جلالته السخية لمكافحة الجوع في العالم، وكل هذا قليل من كثير يضيق عن ذكره وتعداده المقام. وانطلاقا من قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
أنزل الناس منازلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تتشرف مصر العربية وأزهرها الشريف بمنح الشهادة العالمية دكتوراه الأزهر الفخرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية لخادم الحرمين الشريفين حضرة صاحب الجلالة تتشرف مصر العربية وأزهرها الشريف بمنح الشهادة العالمية دكتوراه الأزهر الفخرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية لخادم الحرمين الشريفين حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية وأبقاه ذخرا وسندا للإسلام وللعرب والمسلمين. شكرا لحضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف الدكتور محمد عبد الشافي رئيس جامعة الأزهر بتسليم شهادة الدكتوراه الفخرية إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ليمنحها إلى حضرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويتسلمها نيابة عن جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. مشاهدين، كنتم تتابعون الآن المؤتمر الذي عقد بمناسبة منح عاهل المملكة العربية السعودية الدكتوراه الفخرية من شيخ الأزهر، وتسلم هذه الدكتوراه الفخرية سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي. تواصل إقبال المصريين على شراء شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة، وذلك من خلال شبكة فروع البنوك الأربعة المخصصة لهذا الغرض. كان محافظ البنك المركزي المصري قد أعلن أن عائدات بيع شهادات الاستثمار لقناة السويس الجديدة في اليوم الثاني بلغت 8.5 مليار، وذلك يصبح إجمالي اليوم الأول والثاني 14.5 مليار جنيه. أكد أن الإقبال على شراء الشهادات هو الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي. يأتي هذا وسط دعوات إخوانية لعرقلة مسيرة التنمية ومحاولات جر البلاد لسيناريو من الفوضى والعنف وعدم الاستقرار. بعد فشل تنظيم الإخوان في الدفع بما يسمى كتائب حلوان المسلحة لتنفيذ مخططهم ونشر الفوضى والعنف ونجاح قوات الأمن في ضبطهم، ظهرت محاولة إخوانية جديدة لتعطيل عجلة التنمية وتحريض الشعب ضد النظام وزعزعة استقرار البلاد وجرها لسيناريو من الفوضى والعنف. 3 شباب يرتدون أقنعة سوداء لإخفاء هويتهم قاموا بتسجيل مقطع فيديو تحت عنوان حركة ضنك، دعوا المواطنين بالمحافظات للانضمام لهم والتظاهر يوم 9 سبتمبر الجاري ضد الدولة والنظام الحالي احتجاجا على رفع الدعم وغلاء الأسعار. ورغم محاولات التنظيم المستمرة للوقيعة بين النظام الحالي والشعب، إلا أن المصريين دائما ما يثبتون أنهم على قدر من المسؤولية ولديهم قدر كبير من الدوافع الوطنية، وهو ما ظهر في الإقبال الكبير من المصريين على شراء شهادات استثمار قناة السويس رغم حادث انقطاع الكهرباء خلال أول أيام طرحها، ليكون أبلغ رد شعبي على دعوة تنظيم الإخوان للعنف والشغب. محافظ البنك المركزي أعلن أن عائد بيع شهادات استثمار قناة السويس بلغ قرابة 15 مليار جنيه خلال يومين فقط، حتى أن الخبراء توقعوا أن يتخطى عائد البيع مبلغ 60 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الجاري، وهو ما يفوق التوقعات التي كانت قبل طرح شهادات الاستثمار ويؤكد دعم الشعب لمشروع مصر القومي الجديد. نتائج عكسية يجنيها تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال دعوته المستمرة للتظاهر والعنف والشغب، والتي يؤكد محللون أنها لن تكون المحاولة الفاشلة الأخيرة. مزيد من التفاصيل مشاهدينا بتنضم لنا زميلتنا آية جمال على الهواء مباشرة من أحد فروع البنك الأهلي بمدينة نصر، هتطلعنا على تفاصيل أكثر عن عملية الشراء لشهادات قناة السويس الجديدة. آية، برحب بيكي، وتفاصيل المشهد بالكامل عندك، تفضلي.
بيك يا شريف. يعني من داخل أحد فروع البنك الأهلي باعتباره أحد البنوك المصدرة لهذه الشهادات، يعني إحنا موجودين دلوقتي داخل البنك في اليوم الثالث لطرح هذه الشهادات للبيع، حيث وصل يعني مجمل حصيلة بيع الشهادات إلى 13.5 مليار جنيه حتى أمس. وأنا معايا مدير الفرع أستاذ أحمد خميس أحمد ليطلعنا على تفاصيل أكتر عن عملية سير ويعني بيع عملية الشهادات داخل البنك. أنا برحب بحضرتك في الحياة الآن. أهلا بيك. أهلا وسهلا. حضرتك عارفة أن الإقبال غير عادي وغير يعني يعني اليوم الثالث في الشغل النهاردة، يعني الحس الوطني عند الناس عالي جدا جدا. أنت شايف الإقبال قد إيه حضرتك، وإحنا يعني تقريبا فاتحين للساعة 6 وبنمشي 8 مساء، وشرائح العمرية بسم الله ما شاء الله من كل الاتجاهات، يعني يعني صغير وكبير والأحفاد بيجم يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الحس الوطني غير عادي وحاجه جميله جدا جدا. يعني استاذ احمد اتكلمنا عن الاجراءات اللي بتتخذوها لتسهيل عمليه يعني عمليه الطرح او بيع الشهادات للعملاء في البنك. والله احنا هنا مقسمين العملاء يعني انه جزئين، في جزء عنده حسابات اوريدي في حساباته، فده بنخصص له 2 أو 3 موظفين يعني بيبقى اسرع بسرعه شويه كده، اجراءاته اسهل بسرعه. في ناس ثانيه بتغير شهادات وبتعمل كده يعني، فبتمشي في اجراءات ثانيه وبنفتح لها حسابات اكتر وبنشتغل كده يعني. فان شاء الله الامور ماشيه كويس جدا وربنا يوفق يعني. استاذ احمد، ايه الفئات من الشهادات الاكثر بيعا من منذ فتح يعني او طرح الشهادات للبيع؟ هو الشهادات اللي هي الفئات ال 1000 جنيه ومضاعفاتها دي اكبر كميه كبيره، وطبعا بالنسبه للاحفاد اللي هي لحد 990 دي برده مع بس كميات قليله يعني، والافراد الطبيعيين برده الشركات يعني ماشيه شغل كويس يعني الحمد لله. يعني نقدر نقول انه المؤسسات والشخصيات الاعتباريه الاكثر شراء للشهادات ولا الافراد؟ الافراد الطبيعيين هم اكثر شراء واكثر، عشان عندهم الحس الوطني عالي جدا، ودي طبعا بس هم ممكن يكون الكميات بتاعت الشركات اكبر، لكن الافراد برضو شغالين بسم الله ما شاء الله يعني. يعني بعض الناس بيكون شهاداته مش هو سعر العائد اللي هو بيأثر، لا ده هو الحس الوطني والانتماء والدفع للبلد، هو دي مأثره جامد جدا يعني حقيقي. طب يعني استاذ احمد، احنا زي ما شايفين الاقبال كبير جدا داخل البنك، لكن اذا يعني حدثت اي من الاشياء اللي تعرقل عمليه بيع الشهادات زي مثلا انقطاع التيار الكهربائي، بتتصرفوا ازاي لتخطي هذه المشكله؟ هو احنا عندنا جنريتور بنخلصها بسرعه. اولا الحمد لله ما فيش انقطاع كهرباء النهارده ولا امبارح، هو حصل الكلام ده فجاه يوم اول يوم في، وبعدين والله حصل حاجه جميله جدا، الناس قالت برضو يعني بيحسبوها عمل تخريبي، مش هنمشي هنشتري مش هنمشي، وكان يعني مظاهره جميله ولذيذه يعني، مش مظاهره بمعنى المظاهره يعني، كان في حب مصر يعني. وان شاء الله ما فيش مشاكل والامور ماشيه زي الفل وماشي الحمد لله يعني، شاف الاقبال قد ايه وكده والامور ماشيه كويس. طيب يا استاذ احمد، اخيرا نصيحه تقدمها للعملاء اللي لسه ما جوش يشتروا الشهادات؟ يعني انا من رايي هو يجي يودع فلوسه قد كده الاول، وبعدين عشان اجراءاته، عشان في بعض العملاء العاديين مثلا بيحول له منتجات ثانيه بيشتريها عشان ما تعطلوش يعني. احنا بيجي لنا مثلا في وقت معين نعمل له الايداعات بتاعته قد ايه ويحدد طلباته ونعملها له. انا بشكرك استاذ احمد خميس مدير الفرع. شريف، كمان احب اوضح لك انه يعني رغم الزحام الكبير هنا داخل البنك، الا انه العملاء هنا لا يشعروا باي نوع من انواع الضجر والضيق من هذا الزحام، ويعني هم منتظرين لشراء شهادات استثمار قناه السويس، حيث انهم يعتبروها فرصه لدعم الاقتصاد المصري، وهم يعني متحمسين جدا لمثل هذه التعاملات ومثل هذا المشروع الوطني القومي اللي نفسهم يحققوه كحلم ليهم. يعني كان هذا هو الوضع من داخل أحد فروع البنك الأهلي، يعني في ثالث أيام طرح شهادات استثمار قناة السويس. إليك الشريف. ما عنديش ليكي أي إضافة تانية أو سؤال، بشكرك شكرا جزيلا آية جمال مراسلتنا من أحد بنوك البنك الأهلي فرع مدينة نصر. مستكملين مع حضراتكم بقية أخبارنا مشاهدينا، قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين إن المشروعات التي ستقام على محور قناة السويس الجديدة ستتضمن إقامة مدينة عالمية للسياحة والتسوق تشمل نماذج أحياء من الدول العربية والمناطق الشهيرة في العالم. جذبت الشركات العالمية لإنتاج وعرض كل الماركات العالمية وإقامة مراكز لوجستية عالمية للحبوب والمواد الغذائية والبورصات السلعية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سوف تنشط الاقتصاد القومي وتزيد دخل مصر من العملات الأجنبية وتخلق
تخلق الملايين من فرص العمل وتعمل على الحد من البطالة. جاء ذلك عقب اجتماع الوزير مع الشيخ أحمد سالم نائب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار والتطوير العقاري وممثل مجموعة من المستثمرين العرب، حيث اتفقا على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن مشروعات مشتركة في مجالات إنشاء المدن التجارية والسياحية وإقامة المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والمراكز والبورصات السلعية. أكد الشيخ أحمد سالم أنه سوف يبدأ إعداد مذكرة التفاهم فورا مع مجموعة من المستثمرين العرب ووضع الآليات موضع التنفيذ لبدء هذه المشروعات التي سوف تعود بالفائدة على مصر والمنطقة العربية. قال أشرف العربي وزير التخطيط أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 26%، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى خلق استراتيجيات تحقق نسبة نمو 7% خلال المرحلة المقبلة. أضاف الوزير خلال مؤتمر مصر طريق المستقبل أن ملف الطاقة على رأس أولويات الحكومة، وهو من أهم معوقات الاستثمار لأنها غير موجودة للمصانع والخدمات التجارية وكذلك للمنازل. وأكد أن الحكومة تتعامل بمنتهى الجدية مع هذا الملف وتسعى لاستخدام مصادر بديلة للطاقة مثل الفحم والوقود الحيوي والطاقة الشمسية. 57% بطالة أسامة متركزة بين الشباب اللي هي الفئة العمرية أقل من 30 سنة، يعني إذا كنا نتكلم عن 13.4 معدل البطالة العام ده، لا بين الشباب بيتجاوز 30% تحديدا، النسبة الأكبر من ما يقرب من 60% من المتعطلين هم من الفئة العمرية اللي تحت 30 سنة. مش بس كده، ده 28% من المتعطلين اللي هم النهاردة متعطلين، 28% من المتعطلين النهاردة سبق لهم العمل، يعني كانوا بيشتغلوا وبسبب الظروف الاقتصادية اللي مرت بيها البلد والمعوقات الكتيرة اللي وقفت قدام الاستثمار، 28% أصبحوا متعطلين. مش بس كده، مدة البطالة يعني المدة اللي بيستغرقها الفرد انه يبحث عن عمل ولا يجده دلوقتي أصبحت تجاوزت 3 سنوات، بيقعد 3 سنوات الفرد أو الشاب متعطل حتى يجد فرصة العمل اللي بيبحث عنها. دي كلها مؤشرات في غاية الخطورة وبتؤكد على أهمية بقى اللقاء النهاردة والجلسة بتاعت النهاردة. لازم نشتغل على إزاي أزيل معوقات الاستثمار في مصر. قال اللواء سامي الميهي مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء إن القطاع نجح في المساعدة على حل أزمة الكهرباء بتقليل أوقات انقطاعها بضبط قضايا سرقات التيار. أضاف في تصريحاته للحياة الآن أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بملف الكهرباء ووجه بتفعيل ضبط كافة المخالفين وسارق التيار الكهربائي والعمل على تطوير عملية تأمين المحطات والأبراج وتزويدها بكاميرات مراقبة حديثة. وأكد أن هناك 10% تيار مفقود من وزارة الكهرباء وال1% قيمته 100 مليون جنيه، ونكثف من الجهود لإعادتهم بضبط قضايا سرقات التيار. بينضم لنا مشاهدينا على الهواء مباشرة السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي للحديث بشكل أكثر تفصيلا عن عملية شراء شهادات استثمار قناة السويس. برحب بحضرتك معنا فندم في الحياة الآن. أهلا وسهلا. يعني عايزين نعرف من حضرتك حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم مع حضرتك فيها، وصل قد ايه عملية شراء شهادات قناة السويس النهاردة؟ برضو الإقبال مازال ما شاء الله جيد جدا، الرقم تقريبا لغاية الساعة 2 3 مليار و200 مليون حتى الساعة الثانية. 3 مليار و200 مليون جنيه حتى الساعة الثانية. ايوه، واحنا طبعا اليومين اللي فاتوا كان المجموع على اول يومين 14.5 مليار، يعني يرتفع كده الاجمالي لحد الوقت بتاع الساعة 2 17 مليار تقريبا و200 و700 مليون. ايوه تمام. أيوة تمام. عايز أسأل حضرتك، هل بتعتقد أن الأفراد حتى هذه اللحظة هم الأبطال المسيطرين على مشهد شراء شهادات قناة السويس، ولا أيضا المؤسسات والشركات الأشخاص الاعتبارية بدأ؟ ما زال هو طبعا هو الغالبية العظمى 90% هو القطاع العائلي والأفراد، يعني هم الإقبال الشديد من ناحيتهم. المؤسسات والشركات ابتدت بس طبعا مش بالأحجام الكبيرة لسه. هل في اي ملاحظات يا فندم حضرتك اخذتها تحب ان حضرتك توجه بيها عناية الناس؟ لا الحقيقه طبعا يعني كل اللي اقدر اقوله الناس مقبله بشده
والحقيقه امبارح البنوك بعض البنوك استمرت لغايه الساعه 1 بالليل، كان في طوابير كتيره. بطلب من الناس ان هم ينزلوا بدري شويه يروحوا، لان طبعا البنوك كل يوم لغايه 1 بالليل كتير عليهم وعلى الناس. 1 بالليل ده رقم جديد يعني انا اول مره اسمعه تقريبا. امبارح عندنا كان بنوك بنك مصر والاهلي عدد ضخم الفروع استمر لغايه الساعه 1 بالليل يعني. ودي بتبشر بنتائج إيجابية في المستقبل القريب فيما يتعلق بالوصول للرقم المرجو أو الرقم المقرر والمحدد للاستثمار في هذا المشروع. حاجة غير مشهودة يعني، مش مش حاجة كده إقبال على أي حاجة بالحجم ده، بالأرقام دي، بالعدد ده، عدد كبير جدا، عدد ضخم جدا من الناس يعني. عدد العمليات المصرفية اللي تمت في الثلاث أيام دول عدد ضخم جدا يعني. طيب سيادة المحافظ، ده هيدفعني ان انا اسال حضرتك في المرحله المقبله، هل تخططون للاعتماد على هذا النمط وهذا النظام من شهادات لمشروعات اخرى قوميه ممكن تدخل قريبا حيز التنفيذ؟ لا طبعا، هي كل مشروع بيبقى له اداه تمويل يعني. هذا ده المشروع ده بنفسه، لانه حاجه بالنسبه لمرفق سيادي حاجه غير متكرره يعني. فكان احسن فكره ليها هي شهادات استثمار. المشاريع الاستثماريه الاخرى هتبقى مفتوحه لكل الناس، للمصريين والاجانب، الاستثمار بجميع جنسياته يعني. فبالتالي هتبقى ممكن في ادوات اخرى كثيره يعني، ممكن تبقى ساعتها مشروعات استثماريه بيبقى فيها اسهم، في سندات، مش شرط يبقى كله شهادات استثمار. شهادات استثمار دي بتبقى حاجه مخصوص لحاجه معينه، دليل ان احنا طلعناها بقانون يعني، عشان تقدر هيئه، مش اي حد يقدر يطلع شهادات استثمار يعني. تمام، لكن مش شرط ان هذا النجاح المهول الذي لم يكن له سابق في التعاملات ان هو يكون سبب ان احنا نكرر ده في مشروعات تانية. لا، هو النجاح لهذا الموضوع نجاحه لاسباب واضحه جدا، ان انت حطيت مشروع واضح، مشروع نتائجه معروفه للناس في الوقت القصير والمدى الطويل، مشروع فيه ناحية قومية، مشروع فيه عائد ممتاز. في كل المشاريع طالما ان هيبقى فيها شفافية كاملة بتحدد المشروع ده بيعمل ايه بالظبط، نتائجه ايه، كل حاجة هتنجح، الفلوس هتظهر يعني. كل الكلام ده الناس عايزة للحاجة اللي فيها استثمار. وبرضه طبعا الناحية القومية في مشروع خان السويس طبعا بتفوق اي حاجة تانية يعني، فده برضه سبب قوي. فكل مشروع هيبقى له الادوات بتاعته يعني. بصراحه شديده سياده المحافظ، حضرتك بتعتقد ان الحس الوطني هو كان الدافع الاساسي عند المواطنين للتكاتف على شراء شهادات استثمار قناه السويس، ولا فكره الفايده ورقم الفايده والسهوله والتيسير اللي قمتم بيها مع البنوك علشان تسهلوا على المواطنين عمليه الشراء؟ هو كله انت بتجمع بين كل اللي انت قلته، بتجمع بالحس الوطني، بتجمع بالفرص استثماريه جيده جدا يعني، وسهوله الاجراءات، كل الكلام ده، كل ده مؤدي لنتيجه واحده يعني. زي ما قلت قبل كده، قلت احنا يعني عملنا حاجه مثال ناجح، ان كله في تخصصه عمل دوره. قناه السويس الهيئه نفسها بتعمل دورها، الشغل ابتدى على طول، الرؤيه واضحه، كل الكلام ده. اما تكون عندك رؤيه واضحه، مشروع استثماري واضح، كل وناحيه قوميه واحد، ناحيه وطنيه، وعائد جيد جدا، عائد منافس طبعا، كل الناس بتيجي بتقدم او بتجري ان هي تستثمر في هذا المشروع طبعا. تمام سياده المحافظ، يعني سؤالي الاخير، احنا سمعنا عن ان في توقيت محدد، بمعنى ان هناك توقيت محدد لشراء الشهادات وبعدها سيتم غلق هذا النظام او غلق الشراء او اقفال الشراء على هذه الشهادات في موعد، ناس بيقولوا 3 اسابيع وناس بيقولوا شهر، عايز اتاكد من الموضوع. لا الحقيقه انا ما سمعتش اللي انت بتقول عليه ده. اللي انا اعرفه او اللي احنا بنقوله ان الشهادات هيتم غلقها لما بحد اقصى مبلغ معين، وهو حجم الاستثمار المطلوب اللي هو 60 مليار، لكن ما فيش تحديد وقت. بالمعدل اللي احنا ماشيين بيه ممكن تبقى الوقت ده قريب يعني، كوقت المعدل مرتفع جدا يعني، معدل الشراء، لكن هو محدد بمبلغ بحد اقصى مبلغ يعني. تمام، الحد الاقصى المبلغ وليس المده او التوقيت. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. شكرا السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي. اذا مشاهدينا، في الانباء العاجله امام حضراتكم على الشاشه، محافظ البنك المركزي للحياه الان، ارتفاع عائد بيع شهادات قناه السويس حتى الساعه الثانيه اليوم إلى 17 مليار و700 مليون جنيه حتى الآن، من إجمالي رقم 60 مليار تقريبا هو تكلفة مشروع قناة السويس الجديدة.
أيضا محافظ البنك المركزي للحياة الآن 3 مليارات و200 مليون جنيه حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس في اليوم الثالث حتى الساعة الثانية، أي أنه في اليوم الثالث فقط حتى الساعة الثانية كانت حصيلة البيع 3 مليار و200 مليون جنيه، مجموع الثلاثة أيام أو مجموع اليومين ونص هو 17 مليار و700 مليون جنيه. أخيرا مشاهدينا سيناء، أصيب 10 مجندون من الشرطة بينهم ضابط في انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون لاستهداف مدرعات شرطة بمنطقة جنوب العريش. أسفر هذا الانفجار عن سقوط 10 مصابين من جنود الشرطة بينهم حالات حرجة. تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري في العريش، فيما قامت قوات الجيش بالانتشار بمحيط المكان وتمشيطه للبحث عن الجناة وتحسبا لوجود أي عبوات ناسفة أخرى. في أخبار أخرى عاجلة، خبر مؤسف مشاهدين أمام حضراتكم على الشاشة، استشهاد الضابط وإصابة 9 مجندين إثر تفجير مدرعات الشرطة في العريش. الخبر اللي كنت لسه بتكلم فيه مع حضراتكم، استشهاد الضابط وإصابة المجندين وإبطال مفعول 3 عبوات ناسفة تم زرعها داخل نفق على طريق رفح. الحياة الآن مستمرة معكم مشاهدين بعد هذا الفاصل، فقط ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدين، مستمرين مع حضراتكم في الحياة الآن. هذه المرة في هذه الجولة الحوارية بنتكلم مع سعادة السفير المشرفنا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، برحب بحضرتك معنا. شكرا يا أستاذ. يعني بنتكلم في هذه الفقرة عن الإرهاب، تنامي الإرهاب في المنطقة، تصريحات الرئيس أوباما الأخيرة، كيف ترى هذه التصريحات؟ وعلى الجانب الآخر كيف تتابع أداء الجامعة العربية؟ يعني امبارح الرئيس أوباما تحدث مع NBC شبكة الأخبار الأمريكية المعروفة، وقال إن هو هيجتمع بزعماء الكونغرس يوم الثلاث بكرة، ويوم الأربع يا إما هيصدر بيان عنه statement من البيت الأبيض، أو هيعقد مؤتمر صحفي هيوضح فيه العناصر الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الدولة الإسلامية بين قوسين. كما تعلم حضرتك أنه في قمة الناتو في ويلز يوم 4 و5 سبتمبر تم الإعلان عن تشكيل ائتلاف من دول حلف الأطلنطي 10 دول، وأنه الولايات المتحدة الأمريكية هتسعى لتوسيع هذا الائتلاف. لهذا جون كيري وزير الخارجية الأمريكية وتشاك هيجل وزير الدفاع يعني حيوصلوا المنطقة قريبا جدا للتشاور مع ما وصفه أوباما الأسبوع الماضي بشركائنا الإقليميين الأقوياء. من ناحية أخرى، أعتقد في حديثه امبارح مع NBC تلفزيون NBC، أوباما أوضح أنه الائتلاف اللي بيتم تشكيله حاليا لن يكون على غرار الكواليشن أوف ذا ويلينج، الائتلاف الذي شكل في 1990 لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. وقت جورج بوش الأب. جورج بوش الأب، أيوة. وهنا هو حرص أن هو يعمل حضرتك الديستينكشن دوت، التفرقة دي، عشان في الحالة الأولى كان في جيش أمريكاني بيحارب على الأرض. هو المرة دي مفيش جيش أمريكاني، دي اللي هو دايما بيأكد عليها في تصريحاته. مفيش قوات أمريكية هتذهب إلى الشرق الأوسط مرة أخرى. هو برضو هنا بقى، طيب الولايات المتحدة الأمريكية هتواجه داعش أو الدولة الإسلامية بين قوسين إزاي؟
امبارح هو تحدث قال هو بيفكر أمريكا بتتجه إلى أن هي هتقود ما يسمونه في الولايات المتحدة الأمريكية counter insurgency operations، اللي هي عمليات مكافحة الإرهاب، يعني بالعربي هتبقى عمليات مكافحة الإرهاب. وقال هو ده اللي احنا اتبعناه مع قاعدة على مدى 5-7 سنوات. بالإضافة إلى هذا هيبقى فيه طبعا الضربات الجوية الأمريكية المستمرة. حتى أمس كان في حوالي 130 ضربة جوية أمريكية اعتبارا من 8 أغسطس الماضي. امبارح طبعا لأول مرة القوات الجوية الأمريكية سلاح الجو الأمريكي يعمل في إقليم الأنبار في العراق لحماية سد حديثة، لأنه على نهر الفرات لا يبدو أنه الجماعة بتوع داعش كانوا عايزين يسيطروا على سد حديثة. وطبعا ده من ناحية الاستراتيجية كان في منتهى الخطورة على بغداد وعلى العراق. فدي أنا أتصور كلنا طبعا منتظرين يوم الأربعاء هو حيقول إيه الرئيس الأمريكي، لأنه هو تعلم حضرتك من قيمة أسبوع عمل ضجة كبيرة أما في حديث مع صحفيين قال إحنا we don't have استراتيجيات، ليس لدينا استراتيجية. وبمنتهى الصراحة يعني كلنا كل المتابعين للعلاقات الدولية فوجئنا أن الرئيس الأمريكي يقول، حتى وسائل الإعلام الأمريكية قالت أن هو عمل جف، يعني عمل خطأ كبير أن هو يقول حاجة زي كده. ده أنت قاعد تتكلم وتقول أنا ححارب وهواجه داعش وكده، وبعدين تطلع تقول أنا. فيوم الأربعاء الجاي، يوم الأربعاء بعد بكرة، أعتقد العالم كله هيستمع إليه هيشوف. وإحنا ده بقى هيقودني للسؤال التاني اللي حضرتك طرحته، الجامعة العربية. إحنا في العالم العربي طبعا ننتظر ماذا سيقوله. طبعا إحنا مش عايزين نحارب لحساب أمريكا. الجامعة العربية، مجلس الجامعة أمس على مستوى وزراء الخارجية اتخذ قرار، تبنى قرار. هو طبعا موافقة ضمنية على الدعوة الأمريكية لإنشاء تحالف في المنطقة لمواجهة داعش. هم في القرار كان في ترحيب من جامعة الدول العربية بالجهود الدولية والإقليمية للوقوف في مواجهة الإرهاب. فطبعا هنشوف بقى الدول العربية إلى أي مدى، أولا مين الدول العربية اللي هتشارك. بعض الدول فعلا بدأت تعطي تصريحات بأنها لن تحارب بالوكالة، ما هو زي الأردن على سبيل المثال. الأردن موقفها في غاية الحساسية. ليه؟ في 2000 أردني بيحاربوا في داعش وفي التنظيمات الإرهابية الأخرى العاملة في سوريا. لا هو يعني أما حضرتك تراجع أو تدقق في تصريحات المسؤولين الأمريكان تلاحظ حضرتك الآتي، دايما التركيز على قوات البشمرجة، على الجيش العراقي، وعلى ما يسمونه في الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بالجيش السوري الحر، أو الوصف الشياكة اللي دايما بيتقال عليه المعارضة المعتدلة. طيب، والمعارضة المعتدلة ديت يعني هنا سمحت لي يا أستاذ شريف، ما هو أنتوا كنتوا بتقولوا من سنة ونص على داعش قبل ما يتسمى داعش، كان اسمها الدولة الإسلامية في العراق. وبتقولوا على جبهة النصرة، ما كنتوا بتقولوا عليها دي معارضة وكنتوا بتأيدوها، وكان في دول بتقدم لها سلاح وبتدربها. فإحنا تاني بنعيد، يعني أنا أخشى تكون الولايات المتحدة الأمريكية بتعيد إنتاج، ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو العشرة بيعيدوا إنتاج السياسات الفاشلة اللي اتبعوها بشأن سوريا واللي أدت، وبشأن العراق، واللي أدت بنا جميعا إلى مواجهة تنظيم استولى على 200
وخمسين ألف كيلو متر مربع من أراضي سوريا وأراضي العراق. فإحنا كعرب بقى، إحنا كعرب لازم بقى يبقى لينا موقف، وموقف مستقل. زي ده بقى حاجة نستنى لغاية ما يجي كاري وهيجل ويخلصوا. يعني هو الموقف المستقل مش هيجي لما نستنى كاري وهيجل عشان أقدر أشوف؟ لا هو طبعا يعني إذا كنت بتسألني أنا شخصيا، إحنا نستمع بمنتهى يعني اللياقة الروية. وخلاص وخلاص يعني وانتهى الموضوع. لكن أنت النهاردة أما تيجي تبحث حضرتك قرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية أمس، حضرتك تسأل نفسك هل الكلام ده هيتم العمل به ولا لا؟ على سبيل المثال على سبيل المثال، وجدد المجلس إدانته أعمال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة العربية واستقرارها وتقويض كيانات شوف لاحظ يا أستاذ شريف وتقويض كيانات بعض الدول وتهديد أمنها وسلامة أراضيها. طيب هل الكلام ده ينسحب على سوريا؟ يعني أما تسألني حق رأيي، طب ما هو في دول عربية عملت بالظبط ضد ده، إن هي زعزعت أمن المنطقة العربية واستقرارها وقودت كيانات بعض الدول العربية باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتأييد الشعوب. طب ما احنا ما هو ده كيل بمكيالين تتبعه عند دولة ودولة أخرى تفوت الطرف والنظر عنه. فتيجي حضرتك طب إزاي أنت هتوائم بين هذا منطوق هذا القرار زي ما قريته لحضرتك دلوقتي، وبين أن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونغرس الأمريكي اعتماد 500 مليون دولار لدعم ومساندة ما تسميه بالمعارضة السورية المعتدل. يعني النهاردة السؤال المطروح على الدول العربية والحكومات العربية اللي بتفكر تنضم بصورة أخرى إلى هذا الائتلاف الدولي بين قوسين اللي دول الناتو وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بتدعو إليه، هل في رؤية مشتركة بناء على هذا القرار؟ يعني أنا هفترض إن كل الدول العربية بدون استثناء موافقة على إن هي تتدخل في هتحترم هذا القرار. هتعملوا إيه مع سوريا تحت هذا القرار يعني تحت هذا البيان؟ يعني أنا بفترض يا أستاذ شريف جدلا يعني إن كل الدول العربية بدون استثناء بما فيهم قطر هتحترم هذا القرار. طب انتوا هتقولوا الامريكان ايه؟ هتأيدوا ان هم نرجع تاني حضرتك ونتكلم على المعارضة السورية المعتدلة؟ طب ما هو انتوا كنتوا في يوم من الايام بتطلقوا على الدولة الاسلامية، عناصر الدولة الاسلامية في العراق اللي كانوا بيحاربوا في سوريا ابتداء من النصف الثاني من 2012 حتى و2013 كنت بتقول عليهم معارضة معتدلة ودي معارضة اللي عايزة تقلب النظام السوري. طب احنا هنعمل ايه كدول عربية بقى هنا؟ هو ده بقى حضرتك السؤال المطروح. النقطة الثانية، هل الدول العربية هتتعامل مع تركيا؟ تركيا بالمناسبة تركيا نفسها كمان اعلنت الانسحاب ورفضت فكرة ان هي تكون موجودة في هذا الائتلاف او تحت شروط معينة. لا تركيا تقول اللي عايزه تقوله، ما هي من العشر دول اللي اعلن عنها في ويلز في قمه النيتو تصريحات الاستهلاك المحلي، كله استهلاك محلي. وكما تعلم يا استاذ شريف كل الجهات الارهابيين اللي بيشتغلوا في سوريا وبيعملوا في سوريا والعراق بيمروا عبر الاراضي التركيه. ويعني وسبق ان احنا اعلنا ان المصابين منهم بيروحوا يتعالجوا في المستشفيات التركية تحت اشراف المخابرات التركية وكانوا بيتدربوا في الاراضي التركية تحت سمع وبصر المخابرات التركية. فعموما يعني حضرتك الموقف محتاج من الدول العربية، انا بتكلم على الدول العربية وتحديدا مصر، محتاج شفافية تامة وضوح تام. احنا هنتعامل ازاي مع التهديدات الوجودية للدولة الوطنية في العالم العربي؟
النهاردة الموضوع مش إرهاب يا أستاذ شريف، الموضوع النهاردة مفهوم النيشن ستيت في العالم العربي، الدولة الوطنية أو الدولة القومية، هو ده حضرتك اللي بيتم تقويده. فموقف الدول العربية من هذا إيه؟ حتى هذه اللحظة هو موقف مشرزن، يعني مش واضح. يعني أي استراتيجية وأي موقف حضرتك لازم عناصره تبقى متسقة مع بعضها. إذا كان في عنصر مش متسق مع عنصر آخر يبقى إحنا مش قدام استراتيجية. هل من الممكن إذا اتخذت الدول العربية موقفا قويا تحت معيار واضح في التعامل مع القضايا اللي بتهدد زي ما حضرتك تفضلت وذكرت الهوية الوطنية العربية والقومية للدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية ترضخ؟ لا. يعني ما سوف أقوم به هنا سوف أقوم به هناك، والمبدأ واحد لا يجزأ. بص، الولايات المتحدة الأمريكية واضح من كلام أوباما إن هو عايز يعيد إنتاج الاستراتيجية بتاعتهم في مواجهة القاعدة اللي هم اتبعوها من 2001. ما أنهتش على القاعدة، بل بالعكس القاعدة ما زالت موجودة. ده يعني ده حضرتك تابعت طبعا من 3 أيام أيمن الزواهري قال إن هو أنشأ تنظيم للقاعدة في الهند. فاللي أنا أخشاه إنه يعني هو أوباما لما اتكلم امبارح مع في الان بي سي تي في تلفزيون ده قال إن الولايات المتحدة الأمريكية هتعمل على إضعاف الدولة الإسلامية بين قوسين، وهتعمل على تقليص المساحة الجغرافية اللي